اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حيدر الكترونيكس. اليوم بدنا نستعرض ال LG G7. اكيد هذا التليفون صار له حوالي السنتين، هيدا انوجد تقريبا بال 2018. اليوم بدنا نستعرضه بعد سنتين، ال LG G7 Sync بعد سنتين. وبالنسبة للسعر، السعر تعوله لافت جدا، انه هيدا التليفون قدرت انا احصل عليه بعد سنتين واشتريه بسعر $170 فقط. طبعا المواصفات اللي نحن حنحكي عنها منا مواصفات قديمة كتير، طبعا من بعده طلع على G8 G8X، هلا نحن عم نحكي على G7 Sync. طبعا في عنا G7 وفي عنا G7 Sync. G7 العادي بيجي كاميرا واحدة، هذا بيجي كاميرتين، هذا في الترا وايد، هداك ما في الترا وايد، هداك كمان موجود بأمريكا. خلينا اول شغلة نشوف مواصفاته. اوكي، مثل ما شايفين الصورة، الشاشة ممتازة جدا على فكرة. اوكي، حنشوف نحن بعض المواصفات. طيب هذا التليفون مثل ما شايفين اعزائي المشاهدين، خلينا نبلش. طبعا هو محطوط 229، تصوروا على اي باي 229، انا جبته ب 170. ماشي اوكي. طيب في عنا كذا موديل، ليكون الموديلات الموجوده، هي كلها موديلات موجوده. طبعا اعلنوا عنه ب 2 ايار ل 2018، صار موجود بالجون. اوكي، اللي هو بشهر 6، اول شهر 6 صار موجود بالاسواق. اوكي، اعلنوا عن تواجده بالاسواق. هلا قد ايه اخذ وقت لوصل مثلا على الدول العربيه؟ المفروض انه يكون يمكن اخذ وقت منيح، وبعض الدول يمكن ما وصل اصلا التليفون. اوكي، طيب هيدا بيجي سينجل سيم. اوكي، وبيجي عندنا هون اكيد سينجل سيم او دول سيم، يعني يا هي يا هي، هلا حسب التليفون، حسب الفيرجن تاعه LG. اوكي، بيجي IPS LCD، بيجي 6.1 انش، 1440 ضرب 3120 بيكسل، 564 بيكسل بير انش، هذا رقم كتير ممتاز، كتير ممتاز. جلاس 5 بالنسبة للحماية، دولبي فيجن، اولويز اون ديسبلاي كمان. طبعا هذا التليفون انعمل له ابديت، يعني هو من فترة انعمل له ابديت لصار اندرويد 10. اوكي، هون حاطين انه الاوبريتنج سيستم اوريو 8، يعني لما نزل هذا التليفون كان على ال 8. اوكي، حاطين انه بتقدر تعمل له ابجريد لل 10، وممكن نقدر نعمل له ابجريد لل 11، ممكن ما بعتقد هذا الموضوع، بس انه المينيموم عندنا ال 10 كثير ممتاز. كوالكوم سناب دراجون 845 10 نانومتر كمان ممتاز، اوكتا كور 4x2.8، عندنا 4x1.7 كمان، جي بي يو ادرينو 630. بالنسبة للكارت سلوت بيجي عندنا مايكرو اس دي، اكيد نحن فينا نحط له هذا كارت ميموري عادي. انترنال ستورج بيجي عندنا 4 جيجا رام، بيجي 64 جيجا ستورج، في عندنا 6 جيجا رام 128 يو اف اس 2.1. بالنسبة للكاميرات بيجي عندنا كاميرتين 16x16، يعني هو اللي ورا اللي هون، هو بيجي 16x16. اوكي، طيب بالنسبة للتصوير بيصور 4K بدقة 30-60 فريم، هذا شيء كتير ممتاز. شوفوا انت المواصفات وشوفوا السعر. هلا هذا السعر بطبيعة الحال نحن بنقدر نحصل عليه، كونه فينا ناخذ. اوكي، فيكم تعتبروا انه هذا سعر جملة مش سعر مفرق، لانه مثل ما شايفين حتى بامازون 200 وشوي ليوصل على البلد اللي انت فيه بدك تجمركو ممكن يوصل ل $350 لتقدر تحصل على التليفون. اوكي، او اكتر حتى. مثل ما شايفين هون عنا السيلفي كاميرا بتجي 8، كمان عنا هون اكيد واي فاي، بلوتوث 5، عنا جي بي اس موجود، ان اف سي موجود، راديو موجود، يو اس بي تايب سي 3.1. بالنسبة للفينجر برينت بيجي ورا هون، على فكرة هون حتى الشكل الفينجر برينت كتير مريح، هيدي الازاز تقريبا من ورا احساس ولا اروع من هيك. البطارية 3000 ملي ام. هلا بطارية قد ايه بتضاين وضيان البطارية حلو، ما اشبه شيء يعني، يعني منه واو، يعني منه انه بضاين معك كتير البطارية. اوكي، دايما بدك تحسب حساب بدك تطلب تليفون. هلا اذا بدك تطلب هذا التليفون يلي معي اكيد حاليا موجود، اكيد ما حدا موجود، بس بدك تطلب من برا بدك تعمل حساب انه في شحن وفي جمرك وفي هالامور كلها. اوكي، طبعا معمول فيديو على جي اس ام ارينا كمان، هن مراجعين الفيديو هذا بكل تفاصيله. اوكي، طيب بالنسبه ل، خلينا نتعرف شوي على التليفون من ورا. هون بيجي عنا اليو اس بي تايب سي، عنا سبيكر كتير حلو تعوله، كتير مرتب، صورته بتجنن رائعة. كمان 3.5 مليمتر جاك، عنا كمان الباور طبيعة الحال، من فوق عنا السم. اوكي، من هون عنا الباور، وعنا الفوليوم اب وداون، وطبعا هون الباور، هون عنا فوليوم اب وداون. هيدي كبسة زيادة، هي كبسة زيادة مخصصة للجوجل اسيستنت، بس نكبسها مخصصة للجوجل اسيستنت. طبعا انا لغي. اوكي، بالنسبه للكاميرا، الكاميرا اللي فيه، يعني حنجرب الكاميرا. اوكي،
هيدي هوني هاي الكاميرا لك قد واضحة ممتازة. إذا نحن عملنا هيك بصير ألترا وايد وهيك بصير قريب. بالفيديو في تصوير 4K كمان طبيعة الحال. نحن بنقدر نتحكم هون بالسيتنج. اوكي السيتنج هون نقدر نحن نشوف هون HD. اوكي في عنا فول فيجن. هيدي هاي اكيد هون عنا ال 60 فريم ال 4K. اوكي هيدي بالنسبة للكاميرا. خلينا نشوف الصوت يلي بهذا التليفون شو وضعه. نفتح يوتيوب مشان نقدر نشوف الصوت. بنفوت على صفحة حيدر الكترونيكس. اليوم على صفحة حيدر الكترونيكس اليوم اعزائي المشاهدين بدنا نستعرض جهاز التنصت نحضر ليكو. هذه الطلبية حتكون رايحة لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. قبل ما نحكي عن هذا الجهاز جهاز التنصت الممتاز خلينا نستعرض الحوالي. طبعا يلي بده اجهزة. طبعا الصوت رائع. الصوت واضح ورائع بهذا التليفون. هل انا بنصح فيه ولا لا؟ طبعا اذا كنت قادر تاخده انت ببجت واطي بسعر منخفض انا اكيد بنصح فيه بكل قوة واشتريه اليوم قبل بكرة امبارح قبل اليوم. شيء رائع ولا اهم من هيك. في عنا الصوت ممتاز، الكاميرا ممتازة، تليفون حملته ممتازة، هالامور كلها ممتازة اذا قادر تاخده بسعر منخفض. اما اذا السعر كان 200 وشوي و300 وشوي يعني منه بجديل اوكي بس بضل انه سعر حلو لانه بالاخر فلاكشيب. انت عم تاخذ فلاكشيب لو سنه قديمه من سنتين بس انت عم تاخذ فلاكشيب. اوكي بدك تحط هذا الشيء بعين الاعتبار. اوكي مقبول بس اذا وصل حقه مثلا 500 و600 دولار مع الجمرك مع هالامور يمكن يكون اكثر حسب البلد ساعتها الجواب معروف اكيد ما تاخذ هذا التليفون. فحسب انت قديش قادر تاخده تقدر تاخذ قرار فيه وتقرب. تليفون ممتاز، كاميرا ممتازة، صوت ممتاز، صورة ولا أروع من هيك. تليفون بصراحة يعني ولا أفخر من هيك تليفون. أوكي بالنسبة لسعره أكيد بالنسبة للسعر اللي أنا حصلت عليه فيه ممتاز، عم بياخد شيء مقابل سعر قليل. أوكي مشان هيك أنا عم شدد على موضوع السعر. بنهاية هذا الفيديو أعزائي المشاهدين ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب. تابعوا الفيديوهات كلها الموجودة على حيدر الإلكترونيكس كتير بتفيدكم كتير بتهمكم لأنه أنا حكي عن غير تليفونات. أكيد عملنا أنبوكس للNFC X3 من شاومي. كمان شوفوا الفيديو، فيديو كتير مهم كتير ممتاز، تليفون كتير ممتاز بسعر كتير ممتاز. أعزائي المشاهدين بنهاية هذا الفيديو ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.